الكرايه سبع سنين وناضوا جروا علينا ومن بدا الكرياني حيد لحنا حوايجنا في الزرقاء وكيسمى القايد ريده هو اللي قال لي خرجي وانا كنطلب من صاحب الجلاله الله ينصرو وقال لي حق المواطنين حق المواطنين الكرايه الناس كاع اللي كاريين حنا تظلمنا الكرايه عندي شهاده السكنه عندي لاكارت وعندي ثلاثه الاولاد والقايد ريده ملي ناضوا الناس خرجوني جرى عليا قال لي خرجي معكم شو من حق الكرايه وسيدنا كيطالب بالحق لجميع المواطنين كي كاري كي ما كاريش خرجي ولا كيهدونا ولا كيهدونا قلنا لا طلعتوا للجماعه ما نعطوكمش ورقه سمعتي هدونا اللي دايرين معنا في هاد الورقه سمعتي الورقه اللي عطيونا يهدونا ها داخلين هنا وكيهدونا ويقولوا لنا اللي طلع الجماعه ما نعطوش ورقه يسحب على مديونا الله يخليك كنطلبوا من سيدنا يسحب علينا سيد العامل ما عطاناش حقنا ما عطاناش خلى معذبنا كنرفسنا ما دير لنا حقوقنا يعطينا حقنا اما يعطينا حقنا ولا ينسحب سيد العامل ما قالش المسؤوليه ما قالش المسؤوليه عاش الملك من خطاب الملك ينسحب سيد العامل حقروا علينا حقروا علينا حتى سيد العامل ينسحب إذا من هذا منكم أنا كنقول بالنسبة للسيد عام كفانا استهتارا بمصالح المواطنين كفانا استهتارا بمصالح المواطنين سيدنا الله ينشره أرانا إشارة واضحة واللي ما كانش يمشي يفعلوا وإلا ما تفكش المشكلة في الإطار الطبيعي تاعنا مش غادي يشوف حالنا ونخلي الطبيعة البلاصة الناس أخرين يجيو الطبيعة محمد مستاوي رئيس الجماعة ديال مديونة بطبيعة الحال في الانتخابات الأخيرة اللي جرات نهار 4/9/2015 بالنسبة لنا نتعسف بطبيعة الحال لهذ الوقفة لأن جات بعد سلوك واحد المجموعة ديال المراحل اللي ما عطاتش النتيجة ديالها نظرا للتعنت بطبيعة الحال أقولها بصارع العبارة تعنت ديال السيد العامل وصد الباب ديالو وكاين اكثر من هذا ملي كيولي مجلس كيرسل ملتمس للسيد العام من اجل لقاء الرئيس مع المكتب وكتبقى شهرين وما كاينش بالنسبه ولا حياه لمن تنادي اذا حنا دوزنا مع الحمد لله عندنا تجربه كبيره في تسيير الشان المحلي ودوزت تقريبا 9 العمال ما سبق انا اقولها بصريح العباره ما سبق لقيت شي تعامل بحال التعامل كان ديال السيد العامل بطبيعة الحال إذا المشكل المطروح عندنا وهو هاد المشاكل ألخصها في بطبيعة الحال واحد العدد ديال اللافتات راه درتها في الفضاء ديال الجماعة واللي كلها فيها مقتطفات من بطبيعة الحال الخطاب ديال السيد العامل إذا حنا الهدف ديالنا ما غنطاقش كثر أنا أطالب بإفادة اللجنة من الداخل يعني نوقف على الحق لا اقل ولا اكثر وإلا كنا ما صالحينش نفعلوا الخطاب ديال نشوف حالنا ما عندناش مشكل وانا بالنسبه ليا مستعد من الحال نمشي في حالي الا كنت انا بالنسبه حاله على الشعب والمواطن المديون اللي يعاني الامرين انا قلتها بطريقه في الاجتماعات الرسميه مع السيد العامل الله يجازيك بخير الناس راه كتعاني راه كاين الناس في المبارك اللي كتبقى في قيد الصاد حتى النقاد جوج اللي وخارجه وطن المحل ديالها نظرا لطبيعة الحال للجو الحار في هذيك الفصال بطبيعة الحال ديال الصيف الحالي والسيد ما كانش بالنسبة في هذا العالم نتمناو تكون مستقبلا واحد التعامل جيد يخدم المواطن ويخدم المصلحة العامة في إطار التمازج الحقيقي ما بين السلطة المنتخبة والسلطة المحلية البيان الختامي بالنسبة لهذا الاعتصام إن أعضاء مجلس جماعة مديونة الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر جماعة مديونة والساحة المجاورة لها يوم الأربعاء 9/9/2017 وذلك للتعبير عن احتجاجهم وشجبهم للسلوكات الممنهجة تجاه هذه الجماعة. حنا بغينا نشوف عرس السيد العامل واش كيمثل سيدنا هنا في هذه البلاد هذه ولا هو داير لنا العصا في الرويضة حتى شي مشروع ما باغي يدار هنا.